أهلا بحضراتكم من جديد. هنتكلم الحقيقة عن صناعة مصرية. الحقيقة كانت من أهم الصناعات المصرية، كنا بنباهي بيها العالم، وكانت يعني من أهم قلاع الصناعة المصرية، وهي صناعة الغزل والنسيج. في فترات طويلة الحقيقة كانت صناعة الغزل والنسيج كنا بنفتخر بها أمام العالم، إن إحنا عندنا صناعة عملاقة محترمة. ما ننساش بقى القطن المصري طبعا، وقد ايه كنا بنفرح لما نبص نلاقي الحاجة بره معمولة بالقطن المصري ومكتوب. يعني الحقيقة معروف القطن المصري على مستوى العالم كله، معروفة سمعته عاملة ايه. صناعة الغزل والنسيج خلال يمكن عقدين من الزمان تقريبا ممكن نقول ان هي تأثرت بشكل كبير، ما هياش على نفس الوضع اللي كانت عليه. ليه ده حصل؟ وإزاي ممكن نرجعها مرة تانية للقيمة وللمكانة اللي كانت موجودة فيها؟ ده اللي هنتكلم فيه النهاردة، وإيه التحديات اللي أمام هذه الصناعة لكي تنهض من جديد؟ ده اللي هنتكلم فيه خصوصا في ظل المؤتمر الوطني الخاص بهذه الصناعة والتم تحت رعاية السيد رئيس الوزراء. هنتكلم في الموضوع ده، بس اسمحوا لي الأول أن أنا أرحب بضيوفي. الأستاذ محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن الغربية والمحلة وصناعة الغزل والنسيج اللي احنا لسه بنقول قد ايه بنفتخر بيها. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا زميلي، كل مشاهديك. واهلا بحضرتك. والاستاذ ايضا عبد الفتاح ابراهيم، رئيس النقابه العامه للعاملين بالغزل والنسيج. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. عايز ابدا الحقيقه بالمؤتمر الوطني عن زراعه لزراعه القطن والنهوض بصناعه الغزل والنسيج. ايه اللي تم في المؤتمر اللي انا عارفه ان حضرتك كنت حاضره؟ ايه اللي تم فيه واهدافه ايه؟ بالفعل النهارده كان في مؤتمر، ويعني الجديد فيه ان هو المؤتمر الوطني لصناعة القطن والغزل والنسيج، ويا رب يكون ده شعاع الأمل لبداية انطلاقة حقيقية لعودة الصناعة إلى سابق عهدها. الحقيقة ما تميز به هذا المؤتمر عن المؤتمرات السابقة أن الوزراء المعنيين حضروا. وزير الصناعة حضر، وزير قطاع الأعمال حضر، وزير الزراعة حضر، وزيرة الاستثمار حضرت، وزير القوى العاملة طبعا هو اللي منظم المؤتمر مع اتحاد المستثمرين الأستاذ محمد فريد خميس. والحقيقة أنا في كلمتي طرحت عدة أسئلة. قلت إحنا كثير ما تم عقد مؤتمرات، وإحنا قعدنا مع بعضينا كعمال وصناع واتفقنا على روشتة سميناها روشتة إنقاذ صناعة الغزل والنسيج في ديسمبر 2014، وخرجنا بنقاط محددة. طب الناس بتسأل دلوقتي، هل أنت مع أن وزير الصناعة يفتتح مناطق جديدة لصناعة الغزل والنسيج، ولا يصلح الشركات اللي اوريدي موجودة واللي متوقفة عن العمل واللي بيعانوا وفيها بنية على الأقل تحتية؟ هل اقتصاد البلد بيسمح في الوقت الحالي ان احنا ننشئ مناطق جديدة، ولا من المفترض ان احنا نقوم الجديد؟ وقلت بالتحديد اذا كنا عايزين نصلح الصناعة دي، هل احنا عندنا إرادة حقيقية، ولا هنعمل المؤتمر ونقول توصيات وتتحط في الإدراج؟ أنا بتصور إذا كنا عايزين نصلح الصناعة دي حقيقي عندنا أربع محاور. المحور الأول هو ليه الصناعة دي راحت في داهية؟ راحت في داهية لأن احنا المفروض نخرج من الصناعة دي زي ما الأردن خرجت منها، والجزائر خرجت منها، وتونس خرجت منها، والمغرب خرجت منها، ونشتغل ترزية، يعني نجيب قماش من بره ونفصله ونهرب نصه للداخل ونصدر الباقي. مين اللي عايز كده؟ بالتأكيد تآمر على هذه الصناعة بعض أصحاب الأعمال من الداخل ومن الخارج. الحرب الاقتصادية، الدول تحارب الآن بطريقة اقتصادية، زي ما بنحارب في القمح، بنحارب في المية، بنحارب في الملبس. علشان كده إذا يعني الغزل والنسيج، صناعة الغزل والنسيج عندنا هي أيضا تعرضت لمؤامرة. بالتأكيد من 91 والطامة الكبرى قانون تحرير تجارة القطن سنة 94 اللي خلى القطن المصري بقى سداح مداح، واتخلطت الحابل بالنابل، وأصبحت السلالة المصرية عندنا مشكلة أساسية فيها. وللأسف الشديد تراجعت زراعة الأقطان من 10 و12 مليون في الثمانينات إلى العام الحالي تقريبا لن نصل إلى 800-900 ألف أمتار في ظل زيادة سكان. يعني إحنا لا نحقق من المادة الخام في صناعة الغزل والنسيج سوى 10% فقط، ونستورد الجزء الباقي من الخارج. علشان كده الاهتمام بالعنصر الأول هو الزراعة. والزراعة لما أعمل سياسة زراعية، أعمل سياسة زراعية بتقوم على أسس. يعني هل يعقل أن العالم كله بيستهلك 98% منه
من أقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، وأنا ما زلت بعتمد على الأقطان، على جزء من الأقطان طويل التيلة، والإنتاجية بتاعتي واقفة عند 5.7. استراليا بقى عندها 23 أمتار في الفدان، إسرائيل بقى عندها 19 أمتار في الفدان، فلازم أزرع سلالة جديدة، والأبحاث اللي موجودة بتدي الحق إن أنا أزرع سلالة جديدة من أقطان قصيرة ومتوسطة التيلة في الوجه القبلي بتدر 17 و18 و19 أمتار. هشجع الفلاح على الزراعة، حد الصانع القطن رخيص، الفلاح هيجيب عائد، هنشط الصناعة المصرية. تمام. طيب أنا سمعت من حضرتك طبعا رؤيتك للصناعة عاملة إزاي وإيه اللي وصلها للحال اللي هي فيه. يهمني أسمع برضو من النائب محمد بدراوي، وأنا عارفة أن أنت مهتم جدا بالموضوع ده وطرحته أكتر من مرة وقدمت طلبات إحاطة في البرلمان، يعني مهتم بيه بشكل كبير. كلمني عن تشخيصك لهذه الأزمة، إيه اللي وصلنا لهذا الحال؟ والله الحقيقة يعني صفة فتح لمس بعض المشاكل مهمة جدا في هذا القطاع، واحنا الحقيقة من أكتر القطاعات اللي احنا قعدنا فيها في 10 جلسات متتالية مع رؤساء الشركات، سواء الشركات الخاصة اللي موجودة عندنا في المحل وفي كتير من المناطق، وأيضا مع رئيس الشركة القابضة وكل الشركات التابعة لي، في أكتر من 10 جلسات متتالية في مجلس النواب نشوف إيه الحلول في هذه الصناعة. القطاع للأسف السنة اللي فاتت خسران 2,200,000,000 جنيه، ده السنة اللي فاتت فقط، وعنده خسائر متراكمة عبر السنوات تقترب من 30 مليار جنيه لغايه السنه اللي فاتت. يعني تخيلي هذا القطاع اللي كان في الخمسينات والستينات قاطره بتقتل الاقتصاد المصري، وكان زراعه القطن وصناعه الغزل والنسيج من اهم موارد الدخل عندنا، تحولت في السنوات الاخيره الى مصدر خساره سنويه متراكمه، لدرجه ان احنا وصلنا النهارده الخسائر المتراكمه في هذا القطاع لاكثر من 30 مليار، السنه الاخيره فقط 2,200,000,000. شركه غزل المحله اللي موجوده عندنا في الغربيه تمثل تقريبا ثلث القطاع، وثلثين القطاع الشركات الاخرى المختلفة. الصف تحت تحدث طبعا عن جزء متعلق بالزراعة، نقطة مهمة جدا ان السلالات اللي بتتزرع في مصر هو القطن طويل التيلة، بينما حصل تطور كبير جدا على مستوى العالم لسلالات ارخص، وبالتالي انت كان لازم تمشي مع هذا التطور، ده ما حصلش. دي الحتة الزراعية. بعد كده هتتحدث بقى عن فكرة ايه حضرتك، عن فكرة اصلاح الهياكل، سواء الهياكل العملية او التمويلية. الناس النهاردة في المصانع كلها ما بتشتغلش بطاقتها، مكن قديم ومتهالك، وبالتالي حضرتك ما جددتيش هذا المكن، وسائل تمويل متأخرة نمرة 2، مفيش ضخ تمويلي كافي لأن في ديون لبنك الاستثمار القومي ولجهات أخرى. نمرة 3، عند حضرتك طبعا عدد كبير جدا جدا من العمالة على رقم أعمال قليل، وبالتالي كل المشاكل المتراكمة مع تهريب اللي كان بيتم في المرحلة القادمة اللي فاتت دي لكثير من الأقمشة نتيجة طبعا حصل كتير جدا موضوع تهريب درو باك وكلام زي كده، كان للأسف فعلا زي ما اتكلم الأستاذ فتاح من 94 حصل بعض التشريعات والقوانين اللي سهلت القضاء على هذه الصناعة. طيب النهاردة ننطلق ازاي؟ احنا عندنا امر واضح اتكلمنا فيه، احنا عندنا القطاع الخاص وقطاع الاعمال، لابد قطاع الاعمال يقوم ومن اساسه القلعة الصناعية اللي موجودة في المحلة. هل هي تمتلك ادوات النجاح؟ تمتلك. هل عندها خبرات كافية وهل عندها عمالة مدربة؟ عندها. نقدر نعدي بيها ونظبط؟ ايوه. لكن تفتكري حضرتك النهاردة شركة خسائرها 700 مليون، مرتباتها لوحديها فوق 600 مليون، وحجم انتاجها وعملها الكلي هو نفس الرقم، تفتكر حاجه تنطلق ازاي من الخساره الى المكسب الا لو حصل تعديل جوهري في هيكل التمويل؟ جابوا للاسف مركز خبره من بره اللي هو وارنر، بقاله سنه قعدنا مع الوزير اشرف الشرقاوي اللي هو وزير قطاع الاعمال، الكلام ده كان شهر كام؟ 3. قعدنا معاه، ايه يا فندم البلان؟ قال لنا البلان اهو 1 2 3، هنخلص في خلال 3 شهور، شهر 8 هنبدا، شهر 12 هناخد خطوه ثانيه. حتى الان واحنا في 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 ديسمبر بنعمل هذا المؤتمر النهارده، وهو خطوه هايله وجميله، لكن انا بتحدث بقى عن الوضع العملي. امتى هنشوف على ارض الواقع فعلا تحرك عملي في اصلاح الهيكل التمويلي لهذه الشركات، وايضا في زياده الانتاج وتعديل خطوط العمل؟ الثلاث نقط دول اللي هياخدوا ايد الصناعه من ايديها ويمشوا بيها. الكلام اللي اتكلم بيه الاستاذ فتاح لاحق للزراعه، النهارده سمعت وزير الزراعه وهو بيتكلم في نقطة متعلقة بالسلالات وازاي انه هيحافظ على القطن الطويل لكن ايضا يزرع القطن القصير. المساحة المنزرعة نفسها قليلة، احنا ايضا بنعتمد على الـ على الـ على الـ الاستيراد في كثير جدا من الغزل المستورد بالنسبة لنا، لكن في النهاية هذه المصانع عشان تشتغل احنا محتاجين ارادة حقيقية وضخ تمويلي محدد، ده في القطاع الاعمال. القطاع الخاص بقى بالتوازي مع الكلام ده، القطاع الخاص اللي بيستلم كتير وعنده كتير جدا من العماله، انت عارف حضرتك العماله اللي موجوده في هذا القطاع فوق 1,200,000، احنا عندنا مصانع كثيره جدا القطاع الخاص في المحله اغلقت ابوابها، كثيره جدا سرحت عمالها، بسبب ايه؟ بسبب الكلام اللي احنا قلناه ده كله بالكامل،
نهائيا بقى جه تغيير سعر الدولار الاخراني ده واللي رفع جدا اسعار الخامات، نقدر نستفيد بيه لو زودنا التصدير ولو حسنا المنتج ولو طورنا خطوط الانتاج بتاعتنا. اذا هي منظومه عمل متكامله تم وضعها وتناقشنا فيها بوضوح. طب يبقى ايه يا استاذ ريهام؟ اراده التنفيذ الحقيقيه فورا، وليس اراده التنفيذ المؤجله كمان شهرين او كمان ست شهور. الاراده دي حياتك لامس ان هي موجوده ولا غير موجوده؟ الاراده موجوده لكن التنفيذ لسه ما بداش. يعني في فرق بين قوي ان يبقى عندي اراده وبين ابدا. يعني حضرتك دايما يقول لك ايه؟ مشوار ال 1000 ميل يبدا بخطوه، مش كده؟ عايزين ناخد الخطوه. ناخد الخطوه دي، يعني ايه اللي مأخرنا من 3 للنهارده مستنيين دراسه من ورنر؟ هو ورنر هيقول ايه اكتر من لكل اللي احنا درسناه؟ ما احنا قلنا الكلام ده بدل مره 100 مره. الاستاذ فتحي بيتحدث اخر 2014 يعني من سنتين تقريبا. خدتي بال حضرتك؟ قلنا في دمياط في شهر 8 او 9 اللي فات هيبدا فيها نشاط جديد. النهارده بيتكلم على 10 مناطق جديده لوزير صناعيه جديده. طب هل النهارده بص على القلاع الصناعيه اللي موجوده في المحله وكفر الدوار وقومها والعماله المدربه دي احسسها بالامل، ولا ابدا احط استثمارات جديده من اول وجديد وفي استراتيجيه جديده؟ فانا بطلب يعني ان يتحكم في المرحله اللي قادمه دي اراده التنفيذ وليس فقط الرؤيه. تمام. طيب. اراده التنفيذ. كويس. استاذ عبد الفتاح عايز اعرف ايه علاقه اتحاد المستثمرين بمجال الغزل والنسيج والقطن لو اتكلمنا على مؤتمر النهارده، وفين يعني اتحاد الصناعات؟ فين نقابات واتحادات المنتجين والزراعيين؟ بالتاكيد اتحاد الصناعات كان موجود الاستاذ محمد السويدي، كان موجود الاستاذ محمد المرشدي رئيس غرفه الصناعات النسجيه، كان موجود الاستاذ محمد فريد خميس بصفته رئيس اتحاد المستثمرين، وهو راجل معني صناعة الغاز والنسيج ومهتم بيها لانه يعني اكتر الناس اللي عانت برضو وما زالت. بس انا عايز ارجع لنقطة سيادة النائب اشار ليها. احنا لما عملنا دراسة على مصنع جديد من A to Z في ظل المناخ الحالي بماكينات حديثة بعمالة مدربة اعلى تدريب، المصنع يخسر. ليه؟ لان لا يمكن اطلاقا. المشكلة ليست في الالات لوحديها ولا المشكلة في العمالة المدربة لوحديها، المشكلة في المناخ. عشان أصلح الصناعة دي لازم أصلح المناخ. كثير من القرارات صدرت لحساب فئات معينة من أصحاب الأعمال، يجب إعادة النظر. كثير من التوصيات بتطلع وبتروح بس لما بتتعارض المصالح بتقف. هل يعقل أن نظام السماح المؤقت بيعطي صاحب المصنع؟ معلش عايز اعرف القرارات دي ايه وصدرت امتى ومين اللي اصدرها؟ يعني اولا المعني باصدار قرارات خاصه بالصناعه هو وزير الصناعه. وزير الصناعه احنا مش بنقول وزير الصناعه الحالي هو اللي اصدر هذه القرارات، ولكن دي قرارات صدرت من سنين وما زالت، واحنا صوتنا بح ان احنا عايزين نغير. حتى النهارده هو سالني سؤال، قال لي انت رايك في السماح المؤقت؟ قلت له انا مقدم ورقه عمل وقايل لك تعمل ايه 1 2 3. هل يعقل ان السماح المؤقت يبقى عندي مصنع بينتج في السنه 10 طن ولما استورد من الخارج استورد له 20 طن عشان اهرب 10 منهم في الداخل، لان انا بستورد وارجع اصدر، فعشان اهرب 10 في الداخل بدون جمارك وضرايب والعشرة التانيين أصنعهم وأصدرهم تاني؟ هل يعقل لما أنا أجيب قماش من بره بفاتورة بعشرة مليون جنيه، الله أعلم تمنها كامل حقيقي ممكن يكون مليون، وأجي أعمل قيمة مضافة ليها في مصر أضيف عليها مليون، فلما أجي أصدر أخد عمولة إعانة التصدير على 11 مليون؟ هو أنا بدعم العامل الأجنبي، المفروض أنا بدي إعانة التصدير على تشغيل العمالة على القيمة المضافة اللي بتحصل في مصر. هل يعقل إن أنا عندي تجارة ترانزيت بتنزل الكونتينر في بورسعيد هو رايح ليبيا، ينزل في على الشط في بورسعيد ويمشي على الشط لحد ليبيا؟ ليه؟ هو البحر مش مكمل لحد ليبيا؟ أقول لحضرتك ليه؟ عشان الكونتينر هو ماشي يتفتح وتنزل البضاعة دي تتهرب إلى السوق المحلي بدون جمارك وضرائب فيعمل لي إغراق. هل يعقل إن أنا أسيب التهريب في بلد في الدنيا بتسيب سوقها سداح مداح؟ هل يعقل إن أنا يعني نظام الدروباك والمناطق الحرة دي منظومة؟ إذا كنا عندنا إرادة حقيقية للنهوض بالصناعة دي يبقى المادة الخام التهريب والمناطق الحرة والسماح المؤقت، ثم يبقى بقى الشق بتاع شركات قطاع الاعمال العام. طب شركات القطاع الخاص ما هي جايبه احدث مكن وبتخسر برضه. ليه؟ لان المناخ نفسه
لما حضرتك جبنا لهم الهند مثلا، يعني انا سافرت الهند وجبت لهم تجربه الهند، الهند عملت ايه بالصناعه دي؟ عينت وزير متخصص لصناعه الغز والنسيج. عمل ايه هذا الوزير؟ استوعب في الصناعه دي لانها صناعه كثيفه العماله، استوعب 8% من عدد سكان الهند، يعني في 90 مليون مواطن بيشتغل فيها، احنا بيشتغل حاليا 1.2 مليون. من الممكن ان نستوعب 8 مليون في الصناعه دي، لان صناعه بطبيعتها اجرها رخيص وكثيفه عماله، ممكن احل جزء من البطاله. لان طب الصناعه دي بتساهم بكام في حجم الاقتصاد المصري في الصناعه؟ بتساهم ما بين 27 إلى 30%. يبقى إذن أنا قدامي صناعة استراتيجية أستطيع هذه الصناعة. طيب يقول لك الشركات، سيادة النائب مشكورا، الأرقام حقيقية، الشركات خسرانة 30 مليار، العام الماضي خسرانة 2 مليون، أنا بقول أن هذه الشركات مخسرة وليست خاسرة. كلام خطير قوي بيقوله الأستاذ عبد الفتاح يا سيادة النائب. أنا عايز أعرف يعني هل المؤتمر اللي تم عقده يعني اليوم، هل المؤتمر قادر على أن هو يحل الأزمة ويتعامل مع كل هذا الكلام والمشاكل اللي اتكلم عنها الأستاذ عبد الفتاح؟ هو المؤتمر بيعبر عن النية الصادقة للدولة انها تحل المشاكل، لكن هل قدم اليات لحل هذه المشاكل؟ هنتحدث بها. الاستاذ فتح بيلمس القرارات. بمعنى ايه حضرتك؟ نظام السماح المؤقت اللي هو دخول الاقمشة حضرتك لاعادة التصدير مرة اخرى، ده عايز يتعالج. نظام المناطق الحرة اللي هي المفروض احنا بندخل خامات عشان نعيد عليها عملية بسيطة ونرجع نعيد تصديرها، ده عايز يتعالج. التهريب، المنافذ، يعني غلق المنافذ من اهم الصناعات اللي تضررت في موضوع المنافذ والتهريب، كانت الحقيقه صناعه الغزل والنسيج بامانه شديده. وبالتالي انت بتتحدثي هنا عن الامن، مش بس عن الصناعه، بتتحدثي هنا عن الامن، بتتكلمي عن الزراعه، بتتكلمي عن الصناعه. هو اتحدث عن نقطه مهمه متعلقه بايه؟ بالقوى العامله، ان هذه الصناعه كثيفه العماله. طب انا في مصر عندي مشكله بطاله، عندي 13.6 النهارده بطاله، بتتكلمي في ما يقترب من 4 مليون شخص عاطل. معنى كده النهارده ان انا قدامي اهو منجم دهب بيقول لي انا اقدر اخد النهارده في هذه الصناعه مليون ولا 2 من ال 4 مليون العطلانين دول. طيب ليه النهارده انا يعني انت عارف حضرتك ان هي صناعه بتعتمد على كتير من العماله، المكنه بمكنه والى اخره، وبالتالي انت حضرتك عندك فرص غير طبيعيه لهذا النمو. هل الدوله تعبر عن اراده حقيقيه؟ تعبر عن اراده حقيقيه، لكن خلينا نتحدث عن ايه بقى حضرتك؟ عن التنفيذ. انا فرقت بين حاجتين، الرؤيه واراده التنفيذ. انا عندي اراده ان انا اشوف، لكن هل عندي اراده ان انا امشي؟ انا متاكد ان الدوله لديها اراده تامه انها تشوف الحقائق، لكن هنا انا اتحدث عن سرعه اتخاذ القرار عشان اروح بالظبط للمشكله وانهيها. يبقى انا عايز قرارات لعلاج، اتكلمنا على القرارات اللي احنا عايزين نعالجها، اتكلمنا فيها موضوع التمويل وموضوع شركات قطاع الاعمال. في احسن الاحوال لو جرينا بهذه الشركات ناخد من 3 لـ5 سنوات الهيكل التمويليه بتاعتها. يعني احنا قعدنا اتناقشنا ازاي نقدر نظبط تاني الخسائر اللي في الشركات دي ونرجعها على الطريق السليم. لو اشتغلنا من النهارده من نار ناخد من 3 لـ5 سنين، بس يكون عندنا ضخ تمويلي محترف ومحترم. واتكلمنا مع الوزير اشرف الشرقاوي، الحقيقه يعني اللي انا من هنا بوجه له رساله، يا دكتور اشرف من شهر 3 للنهارده حضرتك فين كوزير مختص بقطاع الاعمال العام في اهم ملف من اهم الملفات اللي موجوده في مصر؟ وهذه الوزاره انشئت مخصوص في مارس لمعالجه هذه الملفات الخاسره ومن اهمها. هل حاولتم التواصل معاه من خلال البرلمان ان هو يدعى مثلا لجلسه يتم احنا تواصلنا حوالي من شهر 3 لغايه شهر 7 5-6 مرات في فترات الاعداد، وقلنا ابتداء من 9 نبدا ناخد النتائج، واتفقنا ان يتقدم لنا كل 3 شهور البلان اللي حطيناه ده اتعمل فيه ايه. انا بعتبر ان النهارده هي اول خطوه، فقط اول خطوه في طريق الخطه، لكن احنا لسه ما بداناش على ارض الواقع التنفيذ. النهارده سمعت كلام كويس من وزير الصناعه على امكانيه الاهتمام وتزويد الصناعه والصناعات المغذيه ليها، لكن انا عايز الجماعه دول يلمسوا الواقع. الحقيقه اللي انا عايزه من الحكومه انها تنزل تلمس الواقع. دكتور اشرف الشرقاوي نزل مره غزل المحله وقعد هناك مع الشركه وقعد مع العمال واستمع للمشاكل وعرف المشاكل تماما، لكن على ارض الواقع اين الخطوه العمليه في عدل الهياكل التمويل لهذه الشركات؟ ده المطلوب. تحدثنا معايا عن التمويل، تحدثنا معايا عن الطرح في البورصه، تحدثنا معايا عن اعاده تدوير الاصول المهمله. مش عايز اقول لك شركه غزل المحله تمتلك اصول والقطاع كله. طيب انا هرجع لحضرتك واعرف انتوا كنواب ايه طلبات الاحاطه اللي قدمتوها. لكن الاخيره بس موضوع الاصول ده، قطاع الغزل والنسيج لقطاع الاعمال يمتلك اصول ب 66 مليار، وكل الديون اللي عليه 6 مليار لبنك الاستثمار ومثلهم للقطاعات اخرى. يعني قطاع ده كاصول عنده 10 أضعاف الفلوس اللي عليه، لكن القصة إيه؟ حسن إدارة هذه الأصول.
ايضا تغيير الادارات لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب من اهم النقاط اللي انا عايزها منهم في المرحله القادمه. تمام. طيب قبل ما نكمل بس عايز اقول ان في عاجل نازل على الشاشه، تصادم قطاري ركاب بخط المناشي بكوم حماده بالبحيره. الحادث ده طبعا وقع قبل قليل، وده كان ما بين القطارين رقم 691 604 والثاني 694 ركاب في خط المناشي في محطه الطريه التابعه لمركز كوم حماده في البحيره. طب الحمد لله في حاجه يعني الى الان كل اللي عندي انه الاجهزه الامنيه انتقلت الى مكان الحادث، وكل ما يكون هناك جديد ان شاء الله بالتاكيد هنتابع مع حضراتكم. اتمنى ان شاء الله يعني ما يكونش في اصابات باذن الله او ضحايا، ان شاء الله بنتمنى ده. طيب هرجع للاستاذ عبد الفتاح. استاذ عبد الفتاح، وهرجع لحضرتك بعد كده اعرف طلبات الاحاطه اللي اتقدمتوا بيها ايه اللي حصل فيها يعني، بس الاول كويس. بس الاستاذ عبد الفتاح عايز اتكلم عن اللقاء برضه والمؤتمر النهارده، اصحاب المصانع خرجوا منه راضيين مش راضيين، خصوصا ان احنا سمعنا انه في واحد فيهم قال لوزير الصناعه انا كان عندي 3 مصانع قفلت 2 والثالث في طريقه للغلق، ردك ايه؟ بالتاكيد هو قال اكتر من كده، قال ان انا كان عندي فيلتي بعتها، وبالمناسبه الوزير ما ردش عليه، وعربيتي سابه وما ردش عليه، وعربيتي بعتها وانا جيت بعد 30 سنه من وجودي بالخارج، قالوا لي ضحكوا عليا وقالوا لي تعالى استثمر في صناعه الغاز والنسيج، وجيت ولقيت للاسف الشديد محدش سمعني. احنا لا نحمل هذه الحكومه مسؤوليه انهيار الصناعه، ولكن احنا بنقول صناعه عانت على مدار 20 سنه مضت، الحكومات السابقه هي المسؤوله عن السياسات التي وضعت، وانا لا ابرئ احد في السابق ان كان هناك تعمد مقصود من اخراج مصر من هذه الصناعه لحساب صناعه الملابس عشان نشتغل ترزيه، يجينا القماش نفصله جوه ونهرب نصه بدون جمارك وضرائب والباقي والنص التاني نطلعه بره ونبقى ترزيه ومصر طبعا تفتضل. امال النقابه العامه كانت بتعمل ايه؟ اتحادات الغزل والنسيج؟ بص حضرتك، النقابات بالاساس هي معنيه بعمالها من حيث الدفاع عنهم ومصالحهم، لكن الحقيقه مصالحهم هي الصناعه. لكن الحقيقه احنا لما تولينا مهمتنا لقينا الحيطان بتقع، فكان لزاما علينا ان احنا نحاول بقدر الامكان يعني نوقف الحيطان عشان ما تقعش علينا. لما يبقى البيت بيقع اللي تحته مش هيبقى امن، فادرنا فلسفه جديده في وسط العمال ان الاهم عندنا في مهم وفي اهم، الاهم ان الصناعه تبقى قائمة عشان احنا نبقى في امان اجتماعي. دعينا لمؤتمرات عدة وتبنتها النقابة من 2013 واحنا عاملين نعمل مؤتمرات، اخرها زي ما قلت لحضرتك عملناها في ديسمبر 2014 تحت رعاية رئيس الوزراء وقتها المهندس ابراهيم محلب، وقلنا توصياتنا احنا الصناع والعمال، قلنا 1 2 3 احنا اصلا اللي دينا في الصنعة دي، مع احترامي لكل الناس يعني انا عايز اقول سيادة النائب قال احنا الشركات دي خاسرة، انا بقول هذه الشركات مخسرة. ينفع ان شركات اقول عليها خاسرة وتصدر لها تعليمات انها تاخد القطن من الفلاحين بسعر محدد؟ اكيد لازم تخسر. ينفع هذه الشركات تبقى العمود الفقري؟ طيب كان رد فعلهم ايه بعد المؤتمر النهارده وهم خارجين؟ والله احنا اللي هم اصحاب المصانع انا بقول متفائلين. انا بقول انا شخصيا اليوم بحضور الوزراء المعنيين وبهذا العدد الكثيف من الوزراء انا رايت شعاع الامل هيظهر قدامنا من جديد، لان احنا بصراحه كنا فقدنا الامل في احياء هذه الصناعه. حتى حد سال قال فعلا انتوا عايزين الصناعه دي تقوم ولا هنعمل مؤتمرات ونتكلم كلمتين ونعمل توصيات وخلاص؟ فرد وزير الصناعه قال له لو احنا مش عايزين الصناعه دي تقوم مش هنيجي نقعد هنا. فانا امل ان ما صدر اليوم من توصيات وهي كثيره ولدى كل الوزراء المعنيين منذ فتره تفعل على ارض الواقع، ويكون عندنا القدره على وضع ايدينا في عش الضبابير. انا بقولها على الهوى، إذا لم تضع الحكومة إيديها في عش الضبابير مش هتقوم الصناعة دي تاني، لأن خلاص بقى على رأي المثل، واحد قال لي مثل كده مفيش بعد حرقة الزرع جيرة، يعني إحنا خلاص بنموت فلا يمكن إطلاقا، ما عندناش حاجة خلاص نكسرها، خلاص نبكي يعني. عليها لازم خلاص بقى ناخد قرارات لحساب صناعة عريقة. الصناعة دي غزل ونسيج
وصباغة وتجهيز أربع صناعات متكاملة. الصناعة دي ده هي باقورة الاقتصاد، قاطرة الاقتصاد في مصر. تمام. الصناعة دي يعني أنا مش عايز أقول لحضرتك، الفلاحين كانوا بيزغرطوا زمان وبيجوزوا عيالهم في القطن ده. القطن المصري ده قطن سبحان الله صديق للبشرة. هذا القطن ملمسه صديق للبشرة، لأن في ألياف صناعية وأقطان أخرى ممكن تكون ضارة للبشرة. تمام. طيب عايز أروح لست النائب. ست النائب، دوركم كنواب يعني في مجلس النواب أو مجلس اللي هو منتخبين عن الشعب، وأنا عارفة أن حضرتك قدمت طلبات إحاطة كثيرة فيما يخص هذا المجال، مضمونها كان إيه وإيه اللي حصل فيها؟ جزء هام جدا كان الكلام اللي قاله أستاذ فتحي فيما يتعلق ب سوء إدارة شركات قطاع الأعمال العام التي أدت إلى تخسيرها زي ما هو قال، يعني الخسارة طبعا باينة قدامنا، كل ما نراجع ميزانية ورا التانية نلاقي الخسائر عمالة تزيد. طب يا جماعة الناس اللي بتشوف هذه الخسائر المتراكمة، هل دي ما هي في الآخر دي أموال الشعب المصري؟ أما نبقى متعرضين لخسائر بالمليارات سنويا ومتكررة، إزاي ما ناخدش خطوة؟ فدي كانت جزء مهم جدا عشان نحسن إدارة شركات قطاع الأعمال العام ونخلصها من هذه المشاكل. الجزء الثاني متعلق به، هنحل ازاي بالنسبه لكثير من الناس ومن ضمنهم الراجل اللي النهارده اتكلم وقال انا اتخرب بيتي وعربيتي راحت والى اخره، اللي هو مصانع القطاع الخاص الكثيره جدا جدا. انا بتكلم من النهارده وضع التمويل بالنسبه لكل شركات القطاع الخاص في المرحله اللي جايه، ما الذي سوف تساعد بيها الدوله والبنك المركزي بالنسبه لهذه الصناعه؟ انا سمعت النهارده توصيات بتتحدث عن قروض ميسره او قروض بفائده تمويليه 5% لكل هذا الاتجاه وكل هذا النشاط. عايزين نشوف هذا الكلام على ارض الواقع، لان النهارده مصنع قافل، هتفتحيه ازاي المصنع ده ويبدا يشتغل؟ كان من ضمن الطلبات الخاصه اللي احنا قدمناها المصانع المتوقفه المتعثره وعلى راسها مصانع الغزل والنسيج اللي زي ما اتحركت بالعشرات في المحله واغلقت ابوابها، اللي كان بقى بيعمل فوط واللي كان بيعمل بشاكير واللي كان بيعمل وهكذا، كل دول قفلهم ليه؟ لان كل دول بالنسبه لهم مع استمرار الديون ومع ارتفاع سعر الخامات عليهم والدولار قفلوا، باعوا اللي عندهم او اغلقهم ابوابهم ما عندهمش عمال. مطلوب مننا ايه عشان نساعدهم؟ نمره واحد نظبط التمويل بالنسبه لهم. النهارده حضرتك زي ما حضرتك شايفه كده التمويل من البنك المركزي بيتحدث من 18 ل 20% فايده. ازاي النهارده صناعه هتقوم؟ هو احنا معلش عدد الجهات اللي بيشرف او بيشارك يعني في الاشراف على صناعه الغزل والنسيج في مصر قد ايه؟ انا سمعت ان هم 12 جهه. هو حضرتك مظبوط الكلام؟ يعني هو حضرتك الفكره في ايه؟ حضرتك الجهات متعدده دايما في مصر على كل حاجه، لان كانت بتبداي بالزراعه. بس 12 جهه ده ما تبداي بالزراعه قوي، ده له اي مثيل في العالم؟ مش يعطل الامور؟ للاسف يعطل الامور للاسف. لكن احنا دلوقتي النهارده محتاجين نقوم بالموضوع تاني. انت عندك الزراعه وعندك الصناعه وعندك الرقابه وعندك قطاع الاعمال وعندك التموين لا انت عندك حضرتك فعلا. طيب العديد من انا الجهات. هرجع لحضرتك تكمل، بس الاول معايا الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه. نطمئن على هذا الحدث واذا كان هناك اي مصابين. مساء الخير يا دكتور خالد، اهلا بحضرتك. طيب التليفون قطع، اتفضل كمل يا فندم. أنا بأؤكد أن الأمل موجود، ولكن أؤكد أيضا. طيب أنا عفوا أنا متأسفة طبعا جدا، بس دي أول صورة دلوقتي من موقع الحادث وبيقولوا يعني إلى الآن اللي نشر أنه في 2 مصابين، أتمنى أن ما تكونش إصابتهم خطيرة يا رب إن شاء الله. معنا دكتور خالد مجاهد. مساء الخير يا دكتور خالد، أهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، تحياتي. أهلا بيك يا فندم. قول لنا، طمنا يا دكتور خالد إذا كان في أي مصابين لهذا الحادث. لا يعني الحمد لله احنا حتى الان في عندنا 5 سيارات اسعاف متواجدين بالفعل في موقع الحادث. كويس. مفيش غير 2 مصابين تم نقلهم الى مستشفى كوم حماده المركزي. الحمد لله يعني اصاباتهم معقوله مش طفيفه، يعني في يعني احدهم اشتباه كسر بالعمود الفقري ولسه لم يتم تاكيده، والاخر كدمه بالصدر. لكن حتى الان مفيش اي مصابين يعني غير الاثنين دول، والحمد لله لا توجد اي حالات وفيات، وتم نقلهم للمستشفى وبيتلقوا العلاج دلوقتي. هم تحت العلاج الان، تم نقلهم بالفعل لمستشفى كوم حماده المركزي، وان شاء الله نطمئن عليهم خلال الوقت القليل القادم. تمام. يعني هنقدر نقول كده واحنا بنكلم حضرتك ان هم 2 مصابين فقط، مش هيجد فقط اي مصابين اخرين؟ خلاص افندم، ولا يوجد اي وفيات الحمد لله. تمام. انا بشكرك طبعا جدا دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه، شكرا لحضرتك يا فندم. الخسائر ماديه بس وطبعا في 2 اصابات، ربنا يشفيهم يا رب. يراجعوا بقى اسباب الحادثه تمت ليه وايه الوضع بتاع المزلقانات وازاي الكلام ده حصل. تمام. فيبقى لو كملنا نقول انه لدينا الامل. احنا بنتحدث عن فكره هل لدينا الامل ان احنا فعلا نقوم بالصناعه دي؟ لدينا الامل. يبقى هنراجع قرارات متعلقه بالسماح المؤقت ودروباك، دي نقطه احنا قلناها. 2
هنراجع الهيكل التمويليه وندي للناس في القطاع الخاص تمويل ميسر عشان تقدر المصانع دي تقوم. وبالنسبه لقطاع الاعمال نسرع في اعاده الهيكله بالنسبه لكل هذه الشركات قطاع الاعمال، خصوصا شركه المحل اللي بتمثل ثلث القطاع. ادي الجزء الثالث او الرابع. الجزء الاخير نطور الانتاج، ودي نقطه مهمه جدا، لان كتير جدا بيقول لك ايه، طب انت في الاخر المنتج النهائي بتاعك هل هو ماشي مع الاسواق العالميه ولا لا؟ انت عشان تصدري وعشان الامور تمشي معاكي مواكب، لازم تبقي مواكبه، مش كده؟ لازم تبقي فاشل. وبالتالي النقطه النهائيه وهي ان التطوير ده نقطه مهمه جدا طبعا. يمكن قريب كان رئيس شركه غزل المحله سافر روسيا عشان يحاول ان هو يبدا يصدر وكده، ولقيته ده اتجاه حميد، ان بدا رؤساء الشركات يبداوا يتجهوا للخارج، يحاولوا يصدروا بنفسهم وياخدوا فرص تصديريه في الخارج. يبقى اقامه المعارض ونحن نبدا فعلا نبقى مواكبين للحاجات اللي مطلوبه بره، دي نقطه في غايه الاهميه. ممتاز. اسمحوا لي نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع ضيوفنا. وعايزه ارجع واسال الاستاذ عبد الفتاح عن عدد مصانع الغزل والنسيج اللي في مصر، العماله اللي فيها قد ايه، المتوقف منها قد ايه، كل دي امور هنطرحها لي، ولكن بعد هذا الفاصل استنوا. اهلا بحضراتكم من جديد. كنت لسه بقول قبل الفاصل اني عايز اسال الاستاذ عبد الفتاح، استاذ عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابه العامه للعاملين بالغزل والنسيج، مره تانية طبعا اهلا بحضرتك وبست النائب محمد بدراوي. عايزه كنت اعرف من حضرتك عدد المصانع اللي عندنا اللي بتعمل في قطاع الغزل والنسيج، وعدد العاملين اللي فيهم قد ايه. يعني قبل ما يحصل النكبه اللي حصلت من 5 سنين كده، كان عدد المصانع اللي موجودة 4500 مصنع. 4500. وعاملين قد إيه اللي فيها؟ مليون ومئتين، مليون وخمسمية، الوقت بقوا 1,200,000 تقريبا الفاضلين يعني. الشركات المتوقفة أو المصانع المتوقفة، لأنها مش هنسميها شركات، حوالي 2000 مصنع. يا نص. بالنص بالظبط يعني. 50% من صناعتك للغزل والنسيج فقط. شركات قطاع الأعمال عام في على بعضها كده في المتوسط بتعمل بطاقة إنتاجية لا تتعدى 40% كلها، يعني في مصانع تعمل بطاقة إنتاجية صفر شركات، وفي 10% وفي 20% وفي 60%، يعني نقدر نقول 40% من الطاقة الإنتاجية في شركات الغزل والنسيج في قطاع الأعمال العام هي اللي بتعمل حتى الآن. الحقيقة عدم قيام هذه الشركات بالطاقة الإنتاجية بالكامل يرجع إلى أن المادة الخام زي ما قلت لحضرتك مش متوفرة، بيستوردوها من بره، والاستيراد بيحتاج دولار، وكان هناك مشاكل في تدبير الدولار في الفتره الماضيه، والشركات دي نتيجه الخلل اللي موجود في الهيكل التمويليه بتاعتها من سنوات لا تستطيع ان تفي بالتزاماتها، لدرجه ان احنا بنكمل اجورنا الشهريه من وزاره الماليه تقريبا بنحصل على 100 مليون شهري لتكمله الاجور، لان احنا عندنا ارقام الاجور الى الايرادات وصلت الى 95.90%، وبعض الشركات وصلت الى 100%. ده راجع لان الانتاج قل، مفيش انتاج، وللاسف الشديد عندنا مشكله في العماله الفنيه. من المفترض ان المعايير الصحيحه ان كل 15 عام، كل 85 عامل انتاج يخدم عليهم 15 عامل خدمات، لكن المنظومه مقلوبه، فكل 15 عامل انتاج بيخدم عليهم 85 انتاج. طب الحل ايه؟ الحل زي ما قلت لحضرتك ان احنا المشاكل موجوده. انا هرجع لحضرتك اعرف الحلول ايه، بس اسمح لي الاول معايا المهندس محمد ابو حم احمد ابو حمو، عفوا، رئيس مجلس اداره رابطه اصحاب مصانع النسيج بالمحله. مساء الخير يا باشمهندس احمد، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك، وعايزين نطمن منك يعني، او نعرف منك حال او وضع صناعه الغزل والنسيج عندنا عامله ازاي يا فندم، وحضرتك يعني ايدك في الموضوع. لا والله صناعة الغزل والنسيج في المحلة يعني احنا بنحتضر. بتحتضر؟ احنا الصناعة النهاردة بنحتضر. الوضع ده بقاله قد ايه يا فندم؟ هو الوضع ده بدأ من أول قيامة الثورة الأخيرة. النهاردة أنا عندي السنة دي قفل 480 مصنع. 480 مصنع. اتقفلوا. وبقية المصانع النهاردة جاي لي طلبات بالإغلاق، لأن خلاص مش قادرين يقاوموا الزيادات اللي موجودة كل مرة.
المشاكل الأساسية اللي أدت لإغلاق المصانع اللي اتقفلت واللي بيشكو منها أصحاب المصانع اللي موجودة، إيه الأسباب؟ أسباب الزيادات المستمرة في أسعار الغزول. احنا السنة دي الغزل النهاردة مثلا طن ال 24 على 2 كان النهاردة سعره من أول السنة كان سعره حوالي 28000 جنيه للطن. النهاردة بقى 56000 جنيه للطن. كذلك النهارده الغاز، احنا كلنا شغالين بالغاز عشان المسابح. طبعا تعويم الجنيه ده احنا بنحاسب الغاز على سعر، بنحاسب الغاز على سعر الدولار. كنا بنحاسب على سعر الدولار 8 جنيه و80 قرش، النهارده الفاتوره بتاعه جايه على 18 جنيه و10 سعر. طبعا الزيادات دي كلها السوق النهارده ما يقبلهاش، لان النهارده الغلو اللي موجود ده احنا بنشتغل متوسط الدخل والاقل منه. متوسط الدخل والاقل منه بند الاكل خد 65% من دخله، اصبح ما فيش فائض للملبوسات. فالنهارده ارتفاع الاسعار دي اصبح النهارده اسعار لا تطاق. طب المؤتمر البضاعه اللي بتيجي مهربه من بره، البضاعه اللي بتيجي مهربه من بره دي كل طن بيخش مصر، كل كونتينر بيخش مصر بيقفل مصنع. لان طبعا بضاعه رديئه وبضاعه اسعارها منخفضه جدا طبعا، فدي النهارده مع حاله ارتفاع اسعار الاقمشه المصريه. فاصبح النهارده اي واحد النهارده بيجيب البضاعه المستورده علشان رخيصه، عشان هو ده اللي يقدر عليه. واتكلمنا 100 مرة وقعدنا مع أزراء كتير. طب النهارده كان في مؤتمر يا باشمهندس أحمد علشان مناقشة هذه الأزمة ودعم صناعة الغزل والنسيج ودعم زراعة القطن، شايف موضوع المؤتمر ده ممكن يكون له نتائج إيجابية عليكم ولا لأ؟ والله إحنا قعدنا قبل كده في مؤتمرات كتيرة وانطلب مننا المشاكل وحلها، وجهها المناوض بحلها، وقدمنا مذكرات، وقدمنا مذكرة قبل كده للرئيس الوزراء سلمناها باليد، لكن للأسف ما فيش حاجة حل. الاجتماع بتاع النهاردة ده، المؤتمر بتاع النهاردة في نظريتي ده مؤتمر استماع لمشاكل الناس. لكن أنا عايز النهاردة مؤتمر زي ده ويكون فيه مسؤول، يبقى المسؤول عنده صلاحية إن هو يقدر يحل. تمام. إنما كده إحنا بنضيع وقتنا. تمام، بشكرك طبعا مهندس احمد ابو حمو رئيس رئيس مجلس اداره رابطه اصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحله. شكرا لحضرتك. ومن رابطه اصحاب مصانع النسيج هنروح لنقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين الحاج فريد واصل. اهلا بيك يا حاج فريد. اهلا بيك يا فندم، تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك. عايز اعرف منك وضع زراعه القطن دلوقتي في مصر وصل لايه، وايه المطلوب لدعم؟ شوفي يا حبيبتي، احنا بنزرع قطن اللي هو طبعا معروف عنه اللي هو الطويل الطيله، الطويل الطيله اللي هو الجوده طبعا الجيده المعروف عنها، اللي هي طبعا مرتبطه بصناعه النسيج. للاسف الشديد احنا كنا بنزرع حوالي 3 مليون فدان قطن ده منذ الستينيات انتهاء باول التسعينيات. سنه 2010 كان عندنا زراعه القطن كانت مساحتها حوالي نص مليون فدان. هذا العام عندنا حوالي 90000 فدان للاسف الشديد انحضرنا في هذه المساحات طبعا بفرق شاسع، وبسببها بسبب مصانع القطاع العام للاسف الشديد انها توقفت، وعمليات الخصخصه اللي حصلت، وان الحكومه بتتجاهل من هذه المساله، وتحولت هذه المصانع الى قطاع خاص، والقطاع الخاص طور المكن بتاعه وبدا يستورد القطن اللي هو قصير التيله اللي هو رخيص، اللي هو اصبح فيه بشكل الان اللي كان بيتحدث عنه الزميل الاستاذ احمد، ان في مشاكل وفي غلاء وفي مشاكل في العمق صعبه حاليا دلوقتي، وما عندناش بديل لهذه المساله. وعلى مدار الحكومات السابقه كان بيشكلوا لجان للاسف الشديد لبحث هذه الازمات والوصول الى حلول، لكن للاسف بتنتهي هذه اللجان، بتعتذر على الشنكل وفي الاخر ما بنلاقيش الشنكل. يعني اللي عايز اقوله الحلول موجوده عندنا، حلول علميه واصحاب الخبره موجودين في هذا المجال ولديهم الحلول،
بس المسألة محتاجة. هل جلستم مع المسؤولين علشان تتناقشوا في هذه الحلول؟ كثيرا يا فندم، كثيرا قعدنا، ولكن ما عندناش سياسة واضحة لهذه المسألة. زي كل حاجة يعني، هي مشكلة القطن زي مشكلة كل حاجة موجودة عندنا في الزراعة. دي سياسة واضحة، وده نتيجة انفصال قطاعات الدولة مع من بعضها. يعني وزارة الزراعة منفصلة عن وزارة الصناعة، عن التموين. مسائل طبعا في تخبط وفي تضارب بين قطاعات الدولة للأسف الشديد، وحالة الضعف اللي موجودة حاليا في قطاعات الدولة أدت إلى هذا المشاكل. تمام. طب إيه المطلوب يا حاج فريد لدعم زراعة القطن؟ إيه المطلوب لدعم زراعة القطن؟ المطلوب يا فندم، زراعة القطن مش كافية بس إن إحنا نزرع قطن لوحده، لازم ندعم زراعة القطن وقطاع الزراعة وندعم قطاع الصناعة، لأن دي مرتبطة بدي. فالمسألة محتاجة خطة عاجلة في الدولة، ونقعد مع العلماء يحطوا لنا الحلول فين حتة، ومرتبطة كمان أيضا بالتسويق الخارجي. لأن بعد ما نصنع هذا الكلام هنوديه فين؟ يعني إحنا كان زمان عندنا بنزرع قطن، نصنع القطاع اللي عم تصنعه، وبعدين عندها سياسة خارجية تسوق، وكنا بنخرج في الأسواق الدولية والعالمية ونسوق المنتج بتاعنا. الان احنا غير قادرين على هذا الكلام، فلابد ان احنا نحط خطه متكامله عشان نزرع قطن، وبعدين نعمل القيمه المضافه اللي هي نصنعه، وبعدين نقدر نسوقه. لان المنافسه دلوقتي طبعا اصبحت منافسه شرسه بين العالم وبعض. المساله محتاجه تكامل، ومحتاجه حاله من التضامن في هذه المساله. شكرا لحياتك، شكرا جزيلا للحاج فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين. انا هرجع لحضراتكم يعني في اخر كلامنا، اسمع الحلول من وجهه نظر حضرتك وبعدين الحلول من وجهه نظر حضرتك. لا بس انا عايز اصحح حاجه، استاذنا بتاع الفلاحين قال، نقيب الفلاحين الحاج فريد قال ان انخفاض الانتاجيه في القطن يرجع ان شركات قطاع الاعمال العام يعني اتخصخصت واتقفلت وسرحت عملتها. ده غير صحيح. صحيح شركات الاعمال الغزو والنسيج اتخصخصت، ويعني انا سميت المعاش المبكر هو الموت المبكر. وصحيح انها اتباعت الاراضي بتاعتها والمصانع بتاعتها بسعر 75 جنيه المتر في بحري و50 جنيه في ابلي، واللي خدوها باعوها ب 10,000 المتر وحققوا مليارات، واخرهم شركه اسكندريه الغزل والنسيج صرحت 1000 عامل وفضل عندها 700 800 عشان تبيع الشركه ب 3 مليار جنيه. وانا قلت على الهواء للنائب العام، ده بلاغ للنائب العام، شركه اسكندريه متباعه ب 60 مليون بيبيعوها بالمليارات النهارده بالمتر عشان يبنوا عمارات. لكن مش ده الاساس. الاساس ان الفلاح عزف عن زراعه القطن لانه ما بيجيبش همه. القطن بيجيب له 5-6 قناطير ببيعهم ب 7-8,000 جنيه ما بيجيبوش الجاني. فلازم انا اما ان انا ادعم الفلاح زي امريكا، وده في ظل الاقتصاد اللي احنا صعب، او ان انا اديله سلاله تجيب له انتاجيه عاليه عشان يستطيع لما يبيعه رخيص يحقق فائض من وراه، والصانع ياخد الماده الخام. الحاجه الثانيه ان انا احافظ او اضع ضوابط لمساله التهريب، وكل القرارات التي صدرت في غيبة أو في يعني قرارات عشوائية لحساب فئة معينة. هل يعقل أن صناعة الملابس الترزية يحصلوا على دعم 3.5 مليار وصناعة الغزل والنسيج تاخد 900 مليون؟ يبقى لازم أعيد النظر في القرارات اللي صدرت. وبعدين عشان أعيد النظر، مفيش وزير يعمل بمعزل عن التاني. كل الوزراء اللي كانوا حاضرين النهارده، الزراعه والصناعه وقطاع الاعمال العام والاستثمار، ولازم يجي معاهم الماليه. لان الماليه، هل يعقل ان انا فرض الضرائب والجمارك على منتجاتي من الغزل والنسيج تكون الاقل من التزامات الدوليه؟ يعني الغزل التزامات الدوليه 10%، انا فرض جمارك عليه ب 5%. ليه؟ ما انا اصل أحافظ على الصناعة المحلية بتاعتي وأرفع قيمة الجمارك على الواردات من الغزول والأقمشة عشان أحمي الصناعة المحلية بتاعتي. تمام. فإحنا محتاجين منظومة الوزراء، لو وزير واحد
قعد لوحده المشكله مش هتحل، لازم الوزراء المعنيين خليه عمل برئاسه رئيس الوزراء وتصدر القرارات التنفيذيه اللازمه لانقاذ الصناعه. ممتاز. النائب محمد بدراوي شايف الحل ازاي للنهوض مره ثانيه بصناعه الغزل والنسيج المصري؟ والله انا هبدا من الكلام اللي قالوه الجماعه اللي جوه الصناعه، يعني المتصل الكريم اللي اتصل من المحله الاستاذ احمد اللي تحدث ان نص المصانع قفلت والنص الثاني خلاص بيقفل. يعني ده بيتكلم على الوجع الحقيقي اللي موجود النهارده. ولما حضرتك سالتيه طب انتوا قفلتوا ليه؟ قال عشان حاجه واضحه، هو كان بيشتري الطن الماده الخام ب 28,000 والنهارده بقى ب 56,000، وبالتالي فرق السعر ده هيقدر يدبره منين؟ لان المستهلك مش قادر يستوعب هذا الكلام. يعني اصل الموضوع نفسه انه ارتفاع قرار التعويم اللي تم بدون دراسه الاثر السلبي على الكثير من النقاط ومن اهمها الصناعه، ادي النهارده احنا شايفين اهو المصانع بتتكلم بشكل واضح. اذا عشان ابدا من نقطه الحل، انا متفق مع الاستاذ عبد الفتاح ان الحل لابد ان يكون حل جماعي لمجموعه من الوزراء، لكن الحل ايضا مش هيكون لا في الفنادق المكيفه ولا في الغرف المغلقه. الحل هيكون بالتحرك الى الناس على الارض، الحل هيكون للتحرك للمحله والكفر الدوار ولكل منطقة صناعية فيها فعلا صناعة الغزل والنسيج. إذا كنا النهاردة فقدنا نصف عقدش النصف الثاني، ده واحد. اتنين، زي ما قلت لحضرتك، مشكلة التمويل لابد من حلها مباشرة عشان تبدأ الناس تشتغل وتشغل الناس. أدي نمرة واحد. نمرة اتنين، المادة الخام وسعر الدولار، أنا بأطالب بضرورة توفير دولار حسابي وجمركي لهذه الصناعة عشان تقدر تقوم. إذا كنت هوفر النهاردة معدلات عماله كبيره جدا في هذه الصناعه، اذا ما نوفر دولار حسابي ليها، والدولار الحسابي ده احنا استعملناه قبل كده في فترات سابقه في السبعينات والثمانينات، كان الدولار الحسابي ده بيبقى دولار مخفض، لان النهارده الدولار في حاله طبعا زي ما حضرتك شايفه كده من 8 ل 18، مش هيستمر كده، لكن لغايه ما الدولار ينتظم وننزل تاني للمعدلات الطبيعيه بتاعتنا، هتكون الصناعه وبقيه المصانع دي انقفلت، يبقى دي نمره اثنين. نمره ثلاثه، الدقه الشديده في مراقبه المنافذ وخروج قرار واضح بوقف نظام السماح المؤقت مؤقتا لمده 12 شهر، ده نمره ثلاثه. نمره اربعه، فورا ضخ الاموال لشركات قطاع الاعمال العام عشان تبدا العمل فورا. دي روشته النهائيه. انا بشكر حضرتك، شكرا. بس كلمه واحده بس، بما انني مسؤول عن الجامعه العماليه وفيها 4000 عامل، يعني صراحه مش قادرين ندبر اجورهم. وزير التعليم العالي مشكورا وافق لنا على تخفيض القبول في الجامعه هذا العام الى 55%، لكن احنا طالبين منه ان هو يفتح لنا القبول الى 5 سنوات تخرج مضت. فانا بنشده من خلال برنامجك المحترم ان يعني يلبي هذا النداء، وبكلف سياده النائب يعني الحقيقه يساعدنا، لان فعلا احنا عندنا مشكله حقيقيه. صحيح احنا بنطور الجامعه وان شاء الله باذن الله هنغير اسم الجامعه العماليه الى الجامعه المصريه للعلوم التكنولوجيه، وان شاء الله عندنا امل تكون هي قاطره التعليم الفني في مصر، لان لازم نربط التعليم بالصناعة. يعني احنا عندنا شعب التنمية التكنولوجية كل خريجينا تقريبا موجودين وبيشتغلوا وما فيش واحد فيها قاعد. واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، شكرا لحضرتك. والنائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، شكرا لحضرتك يا فندم. أشكركم وتصبحوا على خير، بكرة يوم إن شاء الله.